ده المطبخ ودي اوضه النوم. اه يا مكار، عايزني نلعب عريس يا وعريس؟ تعالي. ولا لا حرمت يا حرمت. لا ارجعي لي ارجعي لي. حرمت خلاص. طيب طيب يا حاج. يلا يا اخي قربت اخلص. عايز ادخل الحمامه اتوضى. حاضر يا حاج، لحظه واحده. تصحى متأخر ومتسربع بالشكل ده؟ معلش يا حاج، معلش. اف ايه رأيك في لهجة القشطة دي بقى يا حماد؟ مين دي يا عمتي؟ دي عروسة، انما ايه بقى؟ متريشة خالص، وعمتك هي اللي منقياها على الفرازة. ده معقول يا عمتي بعد العمر ده كله عايزانا اتجوز بالطريقه دي؟ يا سيدي بص لمستقبلك، كل الناس العالين بيتجوزوا بالطريقه دي. اه، ومعرفه بعد الجواز بتعمر يا احمد. ما انت شايف جواز الايام دي عمره قصير ازاي. وده تطلع مين بقى يا عمتي؟ بنت الحاج عبد السلام المقاول. ده هيديها حته دي شقه في عمارته اللي في المعادي. اه، ومعاها ثانوية عامة، ويمكن تخش الجامعة يا أحمد. بس تخش الجامعة ليه ما دام هتورث؟ ما تقعد تفطر يا أخي. معلش يا حاج، هفطر في الشركة، عندنا بوفيه هناك. ما هو لو تبطل سهر مع أصحابك الصايعين وتنام بدري زي خلق الله، كنت تقعد تفطر على مهلك وما تبقاش متصربع زي حمار الكرو. حلو قوي التشبيه ده يا حاج. السلام عليكم. Thank you.
سوا على الحلوه والمره. سهام يا احمد ومديحه اتكلمي معايا عبال ما اخلص لكم ولا فتحي بيقول انك بتكتب قصص. لا ابدا دي هوايه كده. ربنا ما يوريكي قصص من العبيكه ملخبطه ما تعرفلهاش الاول من اخر بتاعت مثقفين يعني. يا سيدي ما تزعلش يا رخرة مش لاقي حد ينشرها. اصل انا كمان بكتب شعر منصور. منصور فوق السطوح. نعم، انت بتفتحها يا سي فتحي. يبقى حسابك يا ستي 367 جنيه ونص، ده كل التعويض. ان شاء الله بكره الصبح هتني وراهم لغايه ما اطلع الشيك. يعني اجي لك بكره الساعه 12 اخد الشيك؟ وهتتعبي نفسك ليه؟ احنا مش هنتقابل بكره بالليل اجيب لكم معايا الشيك. بس مش عايزه اتاخر زي كل مره. تاخير ايه؟ ربنا ما يجيب تاخير. انت بس تجيب معاكي صاحبتك مديحه الاموره ديت، وانا هجيب معايا صاحب الكوبد اهو واجيب لكم الشيك. فين التاخير بقى؟ يا غلبه، وانت دايما تغلبني كده. ده انا محسوبك. اوعي تنسوا مديحه، هنستناكم بالليل 7:30. مع السلامة. باي باي. مع ألف سلامة. سلام. مع السلامة. باي. إيه رأيك بقى في الجو ده؟ جو إيه؟ أنت ما كنتش معايا في الرسم اللي أنا برسمه ولا إيه؟ إيه اللي بترسمه؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. الله، أنت مالك بقيت حمار كده ليه؟ مالك جرالك إيه النهاردة؟ النهاردة اتقلب كاني كله من الصبح. إيه اللي حصل؟ النهاردة قلبي دق لتاني مرة في حياتي. بعد 20 سنة من المرة الأولانية أشوف بنت وقلبي يدق.
ولاقي نفسي برتعش وانا ببص لها. حصل فين ده؟ في الاوتوبيس. الله 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 الله، انت بقيت منهم؟ طب يا ابني ما وديتهاش العوامه ليه؟ انت مش معاك مفتاح؟ عوامه ايه يا بني ادم؟ انت كل البنات عندك زي بعضهم؟ انت لو كنت شفت الجمال والبراءه اللي في عينيها ووشها كنت تلم البنات اللي عندك دول وترميهم في صفيحه الزباله. بس خساره، هلاقيها فين دلوقتي بعد ما راحت خلاص؟ راحت فين؟ اتنشلت منك في الاتوبيس؟ لا، في المحطه. المحطة اللي ركبت فيها، لازم هلاقيها هناك. صح كده، ما هو اللي يدور يلاقي، ده حتى الناس دلوقتي بقت ساكنة في الأتوبيسات. كنت حبات في التخشيبة الليلة دي. بس على فكرة مديحة ما كانتش هتفضل تسيبك، كانت هتدفع لك الكفالة وتخرجك على المأذون. لا يا سيد، تبقى التخشيبة أحسن، بدل من الحكاية حبس بحبس. اسألني أنا على الجواب كده. طب يلا بينا. على فين؟ على التخشيبة بتاعتنا. أنت صحيح كنت هتيجي تدفعي لي الكفالة؟ بس ما كنتش هاخدك بعدها على المأذون. أنت كمان بتكرهي الجواز زي سهام؟ والجواز ده هيفيدني في ايه؟ هيعيشني في المستوى اللي انا عايشه فيه؟ جايز ليه لا؟ مش يمكن تقعي في راجل غني؟ اذا كان غني اما يكون عجوز ومكحكح او صغير وحرام، وانا مش عايزه ولا ابقى ممرضه ولا بات في التخشيب. في صحتك. بالمناسبه احنا مالنا قلبناها جد قوي كده؟ يلا بينا نقوم نشوف الجماعه راحوا فين. يعني مش عارفه هم راحوا فين؟ عارفه، عشان كده لازم نشوفهم. قولي لي، انا عايز اسالك سؤال. اسال. انت عمرك ما حبيتي؟ حبيت مره زمان بس كنت عبيطه. هو اللي يحب يبقى عبيط؟ بالنسبه لاي ست. ايوه. عارف ليه؟ عشان انتم ديابه نازلين فينا اكل طول النهار والليل، في البيت والشارع والشغل. وهو هنا مش اكل برضه؟ اكل بس بمزاجنا، مش تاكلونا قوانطه بورقه من عند مأذون. انت ما جوعتش؟ لا، انا عامل رجيم. رجيم؟ انت باين عليك معقد. انا اسفه اللي ضيعت وقتي مع واحد زيك. على العموم انت ما ضيعتيش وقت كتير. سهام انا ماشيه حالا. سامعني يا سهام؟ بقول لك انا ماشيه. يا مدمازيل، يا مدمازيل، مدمازيل. يا سهام انا ما كلمتش. ايه اللي انت حببته ده؟
خلاص يا فتحي انا عرفت عرفت. كل ليله سهر. انت ايه ما بتزهقش؟ لا ما بزهقش. ابقى طبيعي؟ لا ما انتش طبيعي. عارف البنت دي خلتني احس ان ايه؟ ايه؟ ان زي اي واحده من اللي بنجيبهم هنا. ايه الفرق؟ اجسام بتتقابل من غير عواطف. لا ده انت الاتوبيس عامل عمايله معاك. يا فتحي انت مش فاهمني. انا تعبت من الهلس. عايز حب. عارف يعني ايه حب؟ اللي عارف جاتك خيبه. ما انا قدامك اهو. حب يعني جواز يعني عيال يعني مدارس يعني دكاتره يعني انظر حولك وانظر خلفك وبلا ازرق ووجع قلب وفي الاخر تدور لك على عوامه تغرق فيها عشان تنسى كل الهم ده. يا فتحي انت ما اتجوزتش عن حب. انت جبت واحده من البلد وحبستها في البيت وخلاص. ده انت ظاهر عليك ناوي تشعبط في البيت بتاعت الاتوبيس وتبلط في الخط. فين؟ أنا بقالي أسبوع بدور عليكي. تعالي هنا أنا بكلمك. القلب عدله خالص ما بقاش يجي ناحيتي. لكن تملي ورايا وانا خارجه من المدرسه في الاتوبيس عند البيت حتى وانا عند الكوافير الاقيه رايح على الرصيف. فعلا هو ابتدى يصعب عليا. لا مش للدرجات. طب هطلبك بعد شويه. باي باي. وفاء خدي قدمي القهوه. لمين؟ في شاب لطيف قوي قاعد جوه مع ابوكي الظاهر جاي يخطبك. ايه ده يا ماما؟ معقول انا هتجوز بالطريقه القديمه دي؟ يا اختي هو في غير الطريقه دي اللي بتنفع في الزمن المهبب بتاعكم ده؟ هنزل يا استاذ احمد. ان شاء الله هرد عليك بعد اسبوع. هو ده اللي جاي يخطبني؟ مع السلامه. الله يسلمك. يا احمد علي حسني. ايوه يا ست. لسانس حقوق بتقدير جيد سنه 65. السن 36 سنه. المرتب 70 جنيه. مكافئات 45 جنيه. الحاله الاجتماعيه اعزب. على فكره ده ولد كويس قوي. نقول مبروك يعني؟ بس المعلومات دي برضو مش كفاية يا عزيز بيه. ايه اللي عايزة تعرفيه عني تاني اكتر من كده؟ كل حاجة من يوم ما اتولدت لحد النهاردة. انا راجل عادي اتولدت في طبقة ما تعرفش تربي الكلاب. عارفاها طبعا الطبقة اللي في الوسط دي. بعد كده اتخرجت وبقيت موظف محترم في شركة تأمين. بقبض مرتبي في ظرف مقفول سر يعني، مع ان كل زمايلي عارفين المرتب ده كام وهيتصرف فين على داير المليم. ولما كان عمري 10 سنين كان والدي يقعد في وسط اصحابه يدخن الشيشه ويقول لهم هو فخور قوي، الولد ده متربي كويس قوي، الولد ده مؤدب قوي، لدرجه اني طلعت خجول. ياه مالها حياه بريئه قوي كده.
يعني ما كانش في قصة حب؟ قصة الحب الوحيدة في حياتي لما كان عندي 12 سنة. كنا عيلين صغيرين، كنا بنتقابل كل صيف، أنا من بلد وهي من بلد، نمسك في ايدين بعض ونفضل رايحين جايين على الرمل. ده وانت صغير، انا عايز اعرف وانت كبير. وتفتكر اللي حصل قبل ما قابلك شيء مهم؟ ضروري يكون في شيء مر في حياتك. انا رأيي ان اي ماضي ممكن يغسله حب جديد. فكرت في كل كلمة قلتها لي، خصوصا لما قلت ان الماضي ممكن يغسله حب جديد. ده رأيي، انا بعتبر ان الماضي شيء فات وانتهى. غريبة، اللي يشوفك وانت جاي تخطبني من غير ما تعرفني مش ممكن يتصور انك ممكن تفكر بالشكل ده. ما هو انت السبب. انا؟ ايوه، جرجرتيني وراكي في الاتوبيسات والشوارع، وفي الاخر نزل القلم السخن على وشي. انا اسف. تعرفي يوميها قلت لنفسي هي دي اللي لازم تكون شريكة حياتي. يعني ألم تاني وتقول يلا بينا على المأذون؟ طب وليه لا؟ بس أنا واثق إنه بادي ألمك هيكون حنين شوية. بصراحة يا وفاء أنا حبيتك. بسرعة كده؟ أيوه، وما عنديش حاجة أقولها لك بعد كده غير إنها نحدد ميعاد خطوبتنا. قلتي ومستعجل ليه؟ انت لسه ما تعرفش عني حاجة. الخطوبة هي اللي هتقربنا وتخلينا نعرف بعض اكتر. ايوه كده يا مراتي يا مجدع، عايزك تزغرطي لي كده لما نروح. الحاج خبير طرطات ما تعجبوش صنعة الايام دي. هو عاد في صنعة، صناعية النسور راحوا من زمان، انما صناعية الايام دي واخدينها كده بالفهلاوة. هو الحاج كان حلواني؟ يا سلام، الحاج كان عنده اكبر محل باربع رجلين، قصدي باربع باربع تبواب. ده فاترين الطرط 6 متر، خرش بقى 20 صنايعي على 40 فرن. ما تقول لهم يا حاج. كله كله، ما احنا جايبينه عشان تاكلوا، هو احنا هنحنطه كله. اهلا وسهلا. الجماعه انسجموا مع بعض قوي. الحاج ظريف وعاشر. اكيد بيحكي لهم حكايه المحل. يعني لو كنت هودت ابوك ومسكت المحل قبل ما يبيعه، مش كان زمانك دلوقتي راجل اعمال بدل ما انت موظف كحيان؟ يا سلام، يعني هو الموظف ما عندوش اعمال؟ لا، ما عندوش فلوس. يا ريتها على الفلوس، هم كمان بيشتغلوا بالليل. اوسي فتحي ما بشوفش وشه قبل الساعه 2 بعد نص الليل كل يوم. بس يا وليه ما تتكلميش كده عن الموظفين، حاسس بيه اسمعك يزعل. مفيش فايدة، لازم تيجي متأخر حتى يوم خطبتي. مبروك يا وفاء، بس دي خيانة. احنا مش كنا متفقين محدش فينا هيتجوز قبل التاني؟ الحقيقة أنا السبب، لأني أنا اللي خطبتها. ألف مبروك يا أستاذ أحمد. الله يبارك فيك. بس خلي بالك منها، وفاء دي غالية علينا كلنا. الدكتور مصطفى ابن عمتي جراح حايل، بس ما يغركش، أنا اللي مربيه على إيديا. تعالى يا أحمد، أنا عايزك. اتفضل يا حبيبي. وأنت تعالى كل حتة تورته، ولأنك ما تستاهلش عشان جيت متأخر. ألف مبروك. على فكرة الواد باين عليه ظريف قوي، بس المهم بيحبك قد ايه؟
بيموت فيا ما انت شايف. شايف يا ستي، الله يكون في عونه. يا حاج العماره دي عشان تخلص مش قبل سنتين. سنتين؟ يا اخويا احمد ربنا، غيرك بيستنى 10 سنين ما بيطولش اوضه. ايوه بس برضه سنتين كتير. السنين اهي بتجري بسرعه. قولي له يا بنتي، انا عاجبني فيكي عقلك يا وفاء، يا ريتك تعقليه. حالا هعمل لكم الشاي. اساعدك يا طن. مرسي يا حبيبتي، اتفضلي انت اقعدي في الصالون عقبال ما اعمل لك الشاي. اتفضلي اتفضلي. قومي يا احمد اقعد معاها. يا اخويا الاثنين فرحانين ومستعجلين، طب قول لهم كلمه حلوه كده تشجعهم. انا اصلي مش عاجبني الدلع الفارغ بتاع الواد احمد ده، مهما الواحد يعمل علشانه برضه مش عاجبه. انت اللي طبعك كده تمسك على الواحده، ما انت كنت بتعمل كده زمان مع الزباين لحد ما طفشتهم. انا اللي طفشتهم ولا هم اللي كانوا قلالات الحياه؟ باباك وعمتك بره. ولا يهمك، ما دام ابتدوا خناق يبقى مش هيخلصوا النهارده. عادي اعمل كده ايه؟ واحد وواحده اصحاب جايين ياكلوا حته جاتوه عندك في المحل ويمشوا، مالك ومالهم اذا كانوا يضحكوا مع بعض ولا ياكلوا بعض حتى. انت لو انساب لك الحبل كانت الدنيا خربت. خصمك وعمتك. لا لا عاشفونا بجد بقى يا اخويا، بطل تبعك الحامي ده اللي نكد علينا عيشتنا كلنا. نكدت عيشتكم في ايه بقى يا فريده؟ انا نكدت عيشتكم؟ حرمت نفسك من الجواز بعد المرحومه، وقعدتني هنا جنبك زي البيت الواقف. خد خد كل. هاتي. اما قوم اعمل الشاي، الوقفه حلوه من زمان. هزعل منك يا احمد بقى. الله ايه بس؟ لا يرضيك يشوفونا كده. الله بس بقى هيقولوا عليا. كويس كده يا عمتك شافتنا. وفاء احنا لازم نخرج، لازم نتفسح، لازم يبقى لنا مكاننا اللي نقعد فيه لوحدينا. ما احنا بنتقابل عندنا يا احمد. يا احمد انت ما تتصورش ماما وبابا بيحبوك قد ايه. ما هو عشان كده برضه مش هيسيبونا لوحدينا. معقوله هنفضل بالشكل ده سنتين كمان؟ خلاص مش قادر تستنى ولا ثانيه. بس بقى يا احمد الله، انت عايزها تشوفنا تاني دلوقتي هتقول عليا ايه؟ هتقول ايه يعني؟ انت مش خطيبتي؟ مساء الخير يا سعيد. اهلا يا احمد. بقول لك ايه؟ ابقى سيب لي مفاتيح عربيتك بكره في الجراج. ليه؟ اصل عازم خطيبتي على محل من المحلات اللي بيعملوا بروجرام ليله راس السنه. هم مش نسايبك عاملين بارتي في البيت عندهم؟ بارتي يا جدع انت، دول ناس غلابه زي حالاتي. زي حالاتك طول عمرك يا وفاق. المهم حجزت؟ لا. ومش هتلاقي ولا تذكره. يا سيدي لو حكمتني ابقى نقزقز لب على الكورنيش. ازقز لب على الكورنيش زي ما انت عايز، بس عشان خاطري بلاش في عربيتي. تصور التذكره ب50 جنيه ولا فيش ولا مطرح فاضي. طب وانت زعلان ليه؟ مش احنا مع بعض؟ كان نفسي اسهرك سهره حلوه. تعرف يا احمد نفسي في ايه؟ نفسي اجيب خيمه وانصبها هنا وعيش فيها بعيد عن الناس والدوشه. انا بقى هجيب لك خيمه تسعنا احنا الاتنين. خلاص ما دام انت اللي هتجيب الخيمه يبقى من حقك تعيش فيها معايا بفلوسك يا عم. تشرب شويه شاي يا سعاده البيه. وانت مين بسلامتك؟ انا محسوبك عنتر. من عيلة شداد؟ لا من عيلة الدغري. غفير وسمسار واللازي منه. واللازي منه ده يطلع ايه بقى؟ ده بقى يطلع حتة شاليه واصحابه مسافرين، وبدل وقفتكم في البرد كده تشربوا شوية شاي بالشامبو والنخاع، واحلى من الشامبو مفيش. ايه رأيك؟ ما احنا كده كويسين. يا خبر، انت عايز عنتر ياخد على خاطره مننا؟ اه صحيح يا ست هانم، ده الشامبو يزعل قوي. وبعدين انت مش كنت بتقولي نفسك في خيمه؟
لما الاستاذ عنتر يجيب لنا شاليه ترفض النعمه؟ اتفضل. مش قلت لك يا سعاده البيه هتشرب شويه شاي وبمزاج كمان؟ وكله موجود. كله بحساب. واحلى من الشرف مفيش. طيب يا سعاده البيه انا هوصل الجماعه اقول لهم يعملوا لك لقمه عشان تاكلوها. واطمن يا سعاده البيه كل الكومبليزونات هتنام في الدوره. الكومبليزون قول لي يا عم عنتر انت بقالك كتير هنا في المنطقه؟ يا سعاده البيه ده انا شغال هنا من قبل ما يبنوا الهرم. يعني شفت الفراعنه؟ الا شفتهم يا سعاده البيه. ده انا مراتي من عيله من قرع وانا من عيله من دافع. ده حق الشاليه ده برضو؟ طبعا وبالتاج الموحد. هنعمل ايه يا سعاده البيه؟ الدنيا بقت غاليه نار. الواحد يعيش ازاي بسبع عيال وامهم؟ بس احلى حاجه انكم هتسهروا معايا ليله راس السنه هنا. انا مش عارف الناس اللي تسهر في ليله زي دي في الكباريهات مزاجهم ايه من كده؟ قال ايه يفضلوا يسكروا لحد ما يتقلبوا. طب ما تيجوا تتقلبوا عندنا هنا على الاقل في ستر وغطا وجو صحي. عن اذنكم. اتفضل. أحمد إيه رأيك؟ جميل. كل سنة وانت طيب يا حبيبتي. أنا عمري ما شربت يا أحمد. جربي. أنا جبت لكم راديو عشان يونسكم. انت ما بتفوتكش حاجة. ده انا محسوبك يا سعادة البيه. انا يهمني ايه غير انبساط سعادتك عشان انا كمان انبسط. لا مؤاخذة. ما تنساش تطفي النور الساعة 12. الله الله الله، جرى ايه يا سعادة البيه؟ انت هتعرفني شغلتي ولا ايه؟ يا خسارتك يا ابن عناتر في البلد دي، احلى من الشرف مفيش. Thank you.
وحشني يا حبيبي. انا بحبك يا وفاء، بحبك. بس انت لسه ما تعرفش عني اي حاجه. إنسان في حياتي كان قبلك. حبيتي؟ طب ليه ما قلتليش؟ أنا بقولك. وإيه لازمة إنك تقوليلي حاجة زي كده؟ لأن في حاجة لازم تعرفها. أعرف إيه؟ كانت آخر سنة ليا في المعهد، وهو كان طالب في الكلية الحربية. كنا بنحب بعض وكنا مستنيين نتخرج بفروغ الصبر، علشان ما كانش يقدر يتجوز وهو طالب. وفجأة قامت الحرب، وفي ليلة كنت صاحية لوحدي وكلهم نايمين، سمعت جرس الباب. لقيته قدامي، بقى ظابط. لكن ما كانش فرحان. عرفت منه انه رايح الجبهة مع فرقته الليلة دي. ساعتها حسيت انه هيضيع مني، ان كل شيء انتهى وانه رايح يموت. مطلوب مني دلوقتي؟ انا ما بطلبش حاجة. عايزاني اسامحك بعد ما اديتي له نفسك؟ لا، انا كان لازم اقولك عشان لو اتجوزنا حياتنا ما فيهاش كذب. ولو ما اتجوزناش يبقى كفايه عليا ان انا كنت صادقه معاك. وايه قيمه الصدق بعد ما خسرتي اغلى شيء عندك؟ احمد، كان فاضل انك تخدعيني. انا ما خدعتكش. كدابه. انا لو كنت كدابه كنت عملت عمليه بسيطه عند اي دكتور زي بنات ما بتعمل، وكنت اتجوزتك وكنت ما عرفتش اي حاجه. لكن انا مش كده، مش كده، أنا مش كده. مش كده، مش كده. لسه بتحبيه؟ لسه بتحبيه؟ بقول لك مات، مات. Thank you.
الو احمد، انت فين يا ابني؟ بقالنا كتير ما شفناكش. حاضر، دقيقه واحده. وفاء يا وفاء. اهلا يا بيه. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا ست هاني. فين من مده محدش شافك؟ تشربي ايه؟ ليمون. واحد ليمون وقهوه مظبوط لو سمحت. كنتوا بتيجوا هنا كتير؟ طبعا انت سعيده لانك بتفتكري ذكريات زمان. احمد، انت اللي اخترت المكان ده مش انا. بس كان لازم تحترمي شعوري وتقولي لي بلاش المحل ده. ساعتها برضو كنت هتقولي ليه مش عايزه تيجي هنا. انت عايزه تقولي لي يعني انك ما بقيتيش تفكري فيه؟ لو كنت بفكر فيه ما كنتش جيت معاك هنا. انا بحبك، بحبك يا وفاء، بحبك. ما تتصوريش انا بتعذب قد ايه من ساعه ما عرفت ان كان في راجل تاني في حياتك. وهو ده اللي مخوفني. الله، احمد، مش معقول. ليه مش معقول؟ عشان يا اخويا من ساعه ما حصلت حادثه الاتوبيس ديت وانت تايه. معلش يا سيدي، ربك قدر ولطف، ويمكن من هنا ورايح تشوفني كتير لحد ما تزهق مني. مساء الخير يا ست شريفه. اهلا يا سي احمد، خطوه عزيزه. اتخانقتوا؟ لازم اتخانقتوا يا فتحي. الموضوع مش بالبساطه اللي انت متصورها دي. وفاء كانت تعرف راجل قبلي. ما كملش، الحريم بتوعنا ما يعرفوش الحاجات دي. قوم يا ولية اعمل لنا الشاي. من عينيا. اعمله لك بالنعناع يا سي احمد. بالنعناع بالبرسيم؟ خش اعمليه. ايه بقى الحكايه؟ وفاء كانت مخطوبه لواحد بتحبه. وماله؟ ما دام ما حصلش نصيب يبقى خلاص. دي اديت له نفسها. ما هي غلطتك. حد يخطب واحده قابلها في اتوبيس في نص متر. تاني ايه يا خرف قلبي؟ لسه بتزن عليا يا فتحي بيه؟ يا دوبك اخدت الحتتين ورحت جاري جبت لك خضار وجيت. طب خش استلاقي واحدك من الست. خش خش يا ابني. قلت لك ان الجواز ده ما ينفعوش غير قطه مغمضه تجيبها من بلاك وتتجوزها من سكات وانت مطمن. ساعتها هتبقى مرتاح كده زي حالاتي. فضك بقى من حكايه الجواز ديت وافسخ الخطوبه واخلص. الله، انت هتزعل نفسك ليه؟ يا فتحي انا حاسس اني متعلق بيها. بحبها، بحبها يا فتحي. خلاص انبسطوا مع بعض وسيبك من حكايه الجواز. قصدك ايه؟ قصدي مفيش مشكله، اديكم مخطوبين واديكم تنبسطوا مع بعض. وطنش حواس. يا ستي هنلحقها، لسه بدري قوي على المحلات ما تقفل. طب وليه نضيع وقت؟ الحقيقه وفاء انا مش فاهم انت مستعجله ليه على حكايه العفش دي. هي الشقه لسه خلصت. لا بس اصل ماما رايها ان الحاجه بتغلى، واللي هتشتريه النهارده بمية بكره هيبقى بألف. حاضر، هنروح وهنلحق، بس نقعد مع بعض شويه. انا عملت ترتيبي واخدت مفتاح عوامه واحد صاحبي مسافر. ايه وفاء؟ مالك؟ انت الظاهر عليك ما بقتش تحبني. ايه الكلام ده؟ ازاي تقولي كده؟ اسمعي، احنا مش هنعرف نتكلم هنا. يلا بينا. صاحبك ده اكيد مش متجوز. فعلا مش متجوز.
ممكن اغسل ايديا؟ اتفضلي الحمام على ايدك اليمين. عارف العوامه كويس. طبعا كنت بزور مش صاحبي. قول لي كم بنت عرفتها في العوامه دي؟ دي عوامة ولا كباريه؟ مالها؟ لا انت الظاهر عليك ما دخلتش اوضه النوم. فيها ايه اوضه النوم؟ فيها معرض. يلا بينا. رايحة فين؟ مش قلنا نقعد شوية؟ انت ازاي تفكر تجيبني جارسونيرة؟ خلاص؟ بقيت واحدة من اللي بتقابلهم هنا؟ وماله هنا؟ وبعدين قولي لي اللي كنت تعرفيه كان بياخدك فين؟ اسمع انا مش هسمح لك تتكلم في الموضوع ده بعد كده. دي كانت مره وحيده وكانت اصدق لحظه في حياتي. لكن انت تعالى هنا قولي على لحظه صدق واحده عشتها في علاقاتك دي كلها اللي المجتمع مش بيحاسبك عليها. انا عمري ما فكرت اتجوز حد من العلاقات اللي بتتكلمي عليها دي. وبعدين لما اتجوز من حقي ان مراتي ما تكونش عرفت حد غيري. ليه من حقك ومش من حقها؟ لو كل الرجالة فكرت زيك كده وكل واحد عمل له علاقتين تلاتة قبل ما يتجوز يبقى مش هتلاقوا ستات معرفتش حتى عشان تتجوزوهم. بس انا هتجوزك يا وفاء هتجوزك. انت من ساعة ما عرفت ان كان في حد في حياتي وانت متلخبط. انت بتضحك على نفسك يا وفاء. انا مبقتش اقدر اعيش من غيرك. صدقيني انت بقيتي كل حاجة في حياتي. صدقيني انت ما بتحبنيش بدليل انك جبتني هنا وزودتي بأي واحدة من اللي بتجيبهم من الشارع انت وصاحبك. بقى كده طبيت قلبها لحد ما تتأدب. بقى مش عاجباها العوامة؟ اسكت انت خالص. انا غلطان اللي سمعت كلامك. جاتك خيبة مش قادر تستحمل اسبوع بعيد عنها؟ يا خسارة تربيتي فيك. انا هروح لها. طب بقولك ايه؟ ما تروحش العوامة النهاردة. انا عندي ميعاد بعد الظهر. سامعني؟ مش تصطلحوا انتوا ونصيح احنا في الشوارع؟ اطلع ورا التاكسي ده يا اسطى. في ايه يا وفاء؟ انا حامل. انا لما شكيت رحت عملت تحليل علشان اتاكد. طب ليه يا وفاء ما قلتليش؟
ليه ما اتصلتش بيها طول الاسبوع اللي فات؟ ازاي كنت عايزني اتصل بيك بعد اللي حصل بينا؟ صدقيني يا وفاء انا بحبك والطفل اللي جاي ده هيربطنا ببعض اكتر. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ طبعا يا حبيبتي طبعا. ومن بكره هقنعهم في البيت بتقديم معاك هب كتاب. كاتب الكتاب مش المشكله، المشكله انت. مالك يا احمد؟ انا بقالي مده شايفك متغير. وفاء حامل. طب وايه؟ انتوا مش هتتجوزوا؟ ايوه بس الشقه لسه ما خلصتش. بسيط، تعيش معاكوا لغايه لما الشقه تخلص. انا خايف وفاء ما تبقاش مرتاحه. قول لي يا احمد، ايه اللي خلاك تفكر فجاه كده في الجواز؟ هيكون ايه غير الحب؟ عاتب كلامك ده، ابقى حيوان زيك. يا صديقي العزيز، الحيوانات هي اللي عايشه النهارده، وهي اللي هتاكل البني ادمين اللي في سذاجه حضرتك. اعوذ بالله، ده انت كريه، حقيقي كريه. بس واقعي. عارف الحب اللي بتتكلم عنه ده يا احمد؟ مجرد وهم. وهم بيتباع في المجلات والروايات والكباريهات. وصدقني في ناس كتير قوي بتكسب الوف مؤلفه من ورا الروايات دي. بس بتخسر نفسها. غلطان. عارف ليه غلطان؟ لان الناس ما بقتش محتاجه للحب قد ما هي محتاجه للفلوس في الايام دي. وده اللي انت هتصدم بيه لما تتجوز واحده زي وفاء. بنت غلبانه على قد حالها. يا احمد انت محتاج لواحده متريشه تخليك تقب على وش الدنيا. بس يا سعيد، في التزام اخلاقي بيني وبين وفاء. انا اتقدمت لخطوبتها وعلاقتنا تطورت وبقت حامل مني. يا سيدي هي دي مشكله يا احمد، ان نقعد نعرفه اكتر منك. يعني لو افترضنا دلوقتي وتقدم لها واحد غني وعدها في فيلا وعربيه ورصيد في بنك من بنوك اوروبا، هترفضه؟ هتفكر فيك ولا في اللي ببطنها؟ دي مش بعيد تلزقهوله عشان تورثه. انت لازم مجنون. وفاء مش كده. انت اللي عبيط ومش فاهم بنات الايام دي بتفكر ازاي. خلاص يا ستي، انا مستعد نتجوز ان شاء الله دلوقتي. انت بتتخانق معايا ليه؟ مش ده كان قرارك؟ مش ده كان كلامك اللي قلته لي اخر مره؟ انا اسف يا حبيبتي، ما كانش قصدي، بس انا خايف. مش منك صدقيني، انا خايف من المستقبل. مش فاهمه. خايف يجي اليوم اللي انتهي فيه الحب اللي بينا ونعيش تحت سقف واحد زي اغلب الازواج، حياه بارده وممله. ليه بتفكر ان ده ممكن يحصل لنا؟ لان الجواز مسؤوليه، مجموعه مسؤوليات ممكن تقتل الحب. الحب ذاته اكبر مسؤوليه. الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي كل حاجه بتموت. المبادئ بتموت، الطيبة بتموت، الحب نفسه بيموت. أحمد، الكلام اللي أنت بتقوله ده فظيع. هي دي الحقيقة، وده اللي مخليني أشعر بالحزن. إن هيتولد لي طفل عشان يتعذب. يتربى في عزك يا أبو حميد. يا فتحي أنا روحي بقت هنا، ومش ناقص طريقة منك. بقى كده؟ عيلة زي دي تلبسك السلطانية؟ وبعدين بقى في الكلام اللي يفور الدم ده. يا بني ادم اللي اتفرط في روحها مره مش بعيد. يا فتحي لازم تفهم ان البنت دي مش زي الاشكال اللي انت بتعرفها. دي اسخن منهم يا استاذ. على الاقل الاشكال اللي بعرفها مفيش واحده فيهم دخلت عليا بالحنجل والمنجل وورطتني في الجواز. وفاء ما ورطتنيش في الجواز يا فتحي، انا اللي جريت وراها وخطبتها. فوق يا صاحبي فوق، ده اسمه العيب نسا، كهن بنات، وانت مش قد الكهن ده. يا فتحي يا فتحي ارجوك تقدر موقفي. انا خلاص ما بقتش عارف اخد قرار، اتلخبطت، ما بقتش عارف ايه هو الصح وايه هو الغلط. الصح انك تسقطها عشان تتخلص من المحروس اللي عايزه تلبسه لك. بس يا فتحي الحكايه مش محتاجه بسباسه. انت تنزل طوالي تلبسك خطوبتك من البيت دي واللي في بطنها. وانت مالك وماله يا اخي؟ انت ابني. وانت شرفك انه ابنك. الله، انت هتفرسنا يا جدع انت؟ ده الطب لغايه دلوقتي ما قدرش يثبت الحكايه دي. يا فتحي اسكت اسكت. اسمع كلامي يا احمد، ارحم نفسك من العذاب اللي انت فيه واخلص من الورطه دي. واقنعها ازاي بس؟ انت هتبسبس لي تاني؟ الحكايه في منتهى البساطه، انا ياما خلصت من ورطات زي دي من غير لا دوشه ولا شوشره. ازاي؟ خدها لاي واحد دكتور من اياهم قال يعني هيكشف عليها عشان تطمن على الواد.
بس فتحي انا. انت طلعت روحي يا فتحي. لازم تفهم اني لسه بحب وفاء. وفيها ايه؟ دي حاجه زي شكه الدبوس. مش يمكن اجرى لها حاجه؟ ما دام انتم مش قد الستات بتتميلوا تحبهم ليه؟ عايز ايه؟ احنا لازم نخلص من الورطة دي. ورطة ليه؟ احنا مش هنتجوز؟ مش وقته. هو ايه اللي مش وقته؟ يعني هنتجوز ونروح نقعد فين؟ انت عارفة ان الشقة لسه ما خلصتش. نقعد عندنا او عندكم؟ هي دي مشكلة؟ انت كل اللي يهمك الجواز وبس؟ دلوقتي طبعا كل اللي يهمني الجواز وبس. انا بقى مش مستعد للجواز. ولا عمرك هتكون مستعد، لانك خايف من انسان مات. مات مات مات. مش عرفني انه مات. يعني ما عرفتيش حد تاني غيره؟ عماله بتعيط.
عايزك تيجي معايا دلوقتي تخلي صاحبك ده يطلعني حالا. انا اللي يمكن اعيش معاه بعد كده. ايه اللي حصل؟ ضربني وطردني بقميص النوم زي ما انت شايف كده. انا انطرد من بيتي، الكلب ابو ديل نجس يطردني انا، وانا مستحمله السنين دي كلها. طيب بس اهدي وفهميني فتحي ليه عمل كده؟ يعني هيكون ليه؟ كل ليله يرجعلك سكران وش الصبح ودماغه مليانه تعيه ويقعد يطلعها عليا ويعمل لي خناقه عشان ما سالوش كنت فين. لا فتحي غلطان. انا لا يمكن اهدى لما تيجي معايا دلوقتي وتطلعني. مش ممكن ابات انا على ذمته. هو ده معقول يا ست شريفه؟ النهار له عينين. اهدي كده بس يا حبيبتي، بكره احمد يتكلم معايا يا حبيبتي. يتكلم معاه في ايه؟ انا عايزاه يطلعني وبس. طيب يا ستي اما يطلع النهار قومي دلوقتي مع عمتي اغسلي وشك وخشي ارتاحي شويه. قومي يا حبيبتي تعالي. من فضلك ما عدتش عايز اسمع الاسم ده ابدا. ايه اللي حصل؟ فهمني. دي مصرة على طلب الطلاق. قول لها مفيش داعي تصر. أنا طلقتها خلاص. أنت اتجننت؟ بالعكس، أنا عقلت وفقت. النهاردة قبل ما أجي فقت على المأذون وطلقتها. مش هينفع نتكلم هنا. تعالى. هتصدق. بس احكي لي. امبارح كان عندي ميعاد في العوامه مع سوزي، ما انت عارفها. قعدت والبنت ما جاتش، اديتني زومبا، سكرت وقلت قوم روح بدري. فتحت الباب ودخلت، كانت الساعه حوالي 12 بالليل، لقيت الدنيا هص. فتحت اوضه النوم وانا بقلع جاكيتها، لقيت حاجة بتخبط في رجلي وانا داخل من الباب. بصيت لقيته الواد المكواجي خارج جاري موطي من الأوضة. مسكته، كانت هي قاعدة في السرير بقميص النوم. قلت له ايه يا واد اللي جابك دلوقتي؟ قال لي كنت جايب المكوى بيه. بذمتك حد يجيب المكوى في نص الليل؟ ايوه يا اخي، كتير من المكواجية بيسهروا وبيسلموا المكوى قبل ما يقفلوا. بيسلموها في السرير ومن غير بنطلون؟ انت بتقول انك كنت سكران، لازم بيتهيألك. معقول الكلام الفارغ اللي انت بتفكر فيه ده؟ هو اللي مجنني انه مش معقول. بقى القطه المغمضه اللي رحت جبتها من اهلها عشان تحافظ على بيتي وشرفي الاقيها مع المكواجي بينشيها؟ انت لازم تصدقني، هو ده اللي حصل. اسمع، ما تخليهاش تقعد عندكم احسن، هتخسرني. ما هي غلطتك؟ حد يتجوز واحدة قابلها في اتوبيس في نص متر؟ يبقى كفاية عليا ان انا كنت صادقة معاك يا ابني. انا قلت لك ان الجواز ده ما ينفعوش غير قطه مغمضه تجيبها من بلكو وتتجوزها وانت مطمن، ساعتها هتبقى مرتاح كده زي حالاتي. لا، كان لازم اقول لك عشان لو اتجوزنا تبقى حياتنا بعد كده صادقه مع بعض. صباح الخير. صباح النور. اهلا يا مصطفى. لا ده احنا بقينا على خالص اهو. الحمد لله. احنا كنا فين؟
بس يا رب ما يكونوش عارفوا حاجة في البيت. اطمني، أنا فهمتهم اللي حصل ده نزيف مفاجئ نتيجة الحالة العصبية اللي أنت كنت فيها. أنا مش هنسالك أبدا يا مصطفى، وقفتك كامل. نعم، تنسي إزاي يا هانم؟ ده أنت هلكتيني طول الأسبوع اللي فات. أنت عارفة؟ سعادتك هتخرجي من هنا وأنا هرقد مكانك في نفس السرير ده من هنا. صحيح هخرج؟ إمتى؟ النهاردة إن شاء الله. بجد؟ بجد. بس اللي عملتيه ده كان بيعرض حياتك للموت. ليه المجتمع بتاعنا ما بيحاسبش الراجل زي ما بيحاسب الست؟ لأن أثر أي علاقة بتبان على الست مش على الراجل. الطبيعة كده. يعني الست هي اللي لازم تدفع الثمن. مش دي برضو أوضة وفاة سليمان؟ أيوة دي كانت أوضتها، بس خرجت من ساعتين بالسلامة. طيب متشكر. اهلا وسهلا يا احمد، اتفضل. عن اذنك لما بلغ وفاء انك جيت. خلي بالك هي لسه تعبانة. أبدا يا روحي، أنا بقيت كويسة الحمد لله. لا أبدا، مفيش داعي تتعبوا نفسكم، أنا يوم السبت هكون في المدرسة إن شاء الله. متشكرة قوي يا روحي، مع السلامة. الحمد لله على سلامتك يا وفاء. ما بتردش عليا ليه؟ خلاص خلصتك من الورطة اللي كنت فيها. وفاء سامحيني، انا كنت غلطان، انا بحبك يا وفاء ومش قادر اغفر لنفسي اللي حصل ده. انا انت ايه؟ انت خسرت اغلى حاجه كان ممكن تربطنا ببعض. عارف، بس المهم دلوقتي اني ما اخسركيش. أنا هعوضك عن الطفل ده بعشرين طفل تانيين، لا بمية طفل. أنت أول ما تقومي بالسلامة هنتجوز على طول، ولا أقول لك أنا ممكن أجيب المأذون هنا. قلت إيه؟ أنت بقيت مستعجل أوي 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 أوي، ومش هقدر أستنى أكتر من كده. اسمعي، يوم الجمعة لازم تيجوا تتعشوا عندنا ونحدد كل حاجة. أنت تعبانة ما تتكلميش، يوم الجمعة أنا مستنيكم. انتوا هتشرفونا يوم الجمعة كلكم على العشاء عشان نحدد معاك كتب الكتاب. إن شاء الله، بس وفاء تقوم بالسلامة. اتفضل يا أحمد. ده شربت فرحنا. برافو عليك يا عمتي. بصراحة أنا عمري ما طبخت وأنا فرحانة بالشكل ده يا أحمد. عقبال ما أشوف أولادكم يا رب. بس مش عارف الجماعة تأخروا. إيه ولا تأخروا ولا حاجة، أنت بس اللي قلقان. اهلا وسهلا دكتور مصطفى، اتفضل. انا اسف ان انا جيت من غير ميعاد. يا خبر يا دكتور مصطفى، ده بيتك، ده انا اللي اسف لاني ما عزمتكش بنفسي. بس صدقني انا فرحان قوي انك جيت، الجماعه زمانهم جايين. اتفضل. الحقيقه انا جاي في مهمه صعبه شويه.
وفاء بتعتذر ومش هتقدر تيجي. وبعتلك دول. ليه؟ انت عارف. بس ده قرار خطير بالنسبة لمستقبلها. لتبقى اتجننت. ساعات الانسان بيضطر ان هو ياخد قرار قاسي عشان يتجنب حاجات خطيرة ممكن تحصل بعدين. ومين اللي يقبل يتجوزها دلوقتي بعد ما بقى في حياتها رجلين؟ انا. مش معقول بعد كل اللي عرفته عنها. اللي عرفته عنها بيخليني احترمها اكتر. وفاء ما تعرفش تكذب، واللي حصل لها ده ملهاش اي ذنب فيه. اما بالنسبة للرجلين اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول، واحد فيهم مات في الحرب والتاني انت عارفه كويس. استاذ احمد، التجربة هي اللي بتبين معدن الانسان. في حاجة انا ما كنتش عايز اقولها لك لكن دلوقتي مضطر. انا كنت خطبت وفاء زمان من اهلها لكن هي رفضت، عشان ساعتها كنتوا تعرفوا بعض. ساعات المرأة بتكرفها العواطف لكن لما بتختار بتختار الراجل اللي يقف جنبها ويحميها ويحترمها ويحترم إنسانيتها. عن إذنك. تعال هنا يا دكتور. انت فاكر نفسك مين؟ ملك الرحمة اللي هينقذها مني؟ ابعد عن مطار اقولك. وفر عواطفك النبيلة دي للمستشفى بتاعتك. وفاء بتحبني وانا بحبها. استنى عندك. كلمني هنا. اطلع يا مصطفى. وفاء استني يا وفاء استني يا وفاء.